أعمل في إحدى القطاعات العسكرية، وهذا القطاع يؤمن مخيم حج لمن أراد الحج من أفراد هذا القطاع، ولكن كما تعلمون أن ولي الأمر أمر بالتصاريح لمن أراد الحج، وأنا لا أستطيع الحصول على التصريح لأنه مرتبط بحملات الحج التجارية، ولا أستطيع الدفع أجار الحملة، فهل أحج بدون تصريح؟ هذا حسب النظام، هذا حسب النظام. أنت إذا كنت من منسوبي هذه الجهة التي لها مخيم وتحجج منسوبيها، فأنت من جملة منسوبيها تحج. أما إذا كنت تحت الاحتيال ولست ممن يستحق هذا الشيء فلا يجوز هذا.